وصلت وسلم على اشرف المرسلين. اليوم كي العادة السبت، واش نقول لكم، صباح الخير عليهم كامل لي ستاجير تاوعي. عندنا درس على بالكم السبت دايما، حنا نقبلو تاع العام تاع الدبلومونت، عندنا الجروب تاع طبق الجماعات وجروب تاع اطباق تقليدية. اليوم المائدة تاعنا كانت 100% تقليدية بلمسات عصرية كيما راكم تشوفوا. اليوم درنا الدرس تاعنا كان لوبيا، درنا اللوبيا، هايدي اللوبيا تاعنا، شوفوا كيفاش جات مجمرة وثقيلة، الله الله. عطينا لهم السر باش تجيكم كيما تذوق المطاعم، وطبعا عطينا لهم لا كونتيتي، قيس 50 قيس 100، هذا الطبق الأول. الطبق الثاني درنا شخشوخة، شخشوخة تاع اليوم ماشي بسكرية ماشي قسنطينية، درنا اليوم كيما راكم تشوفوا شخشوخة تاع ميلا، ونحيو كامل سكان ميلا. عامليك درنا شخشوخة ميلا، هاديك لاصوص تاعها، شخشوخة تاعهم تجيب اللفت والزرودية، هاديك لاصوص تاعهم. درنا الخبز تاعنا، هاكم تشوفوا الخبز تاعنا، دايما حنا الأخبز تاعنا ما شاء الله عليها، شوفوا خرج ما شاء الله روعة، يعطيها الصحة البنات، باسكو حنايا الجروب تاعنا نخدمو يعني 100%. درنا أيضا طبق تاع مدربل كيما راكو تشوفو، در مدربل بلاصوص تاعو هاهي ليك، وعقدناها كيما يعقدو كامل الأطباق الجزائرية التقليدية، عقدناها بالصفار البيض المعدنوس والقارص. درنا خبزة تاع بسبوسة كيما راكو تشوفو فيها، بسبوسة بشكل الكيكة، سمية هاهي ليك شكشوكة بشكل الكيكة. درنا ايضا ان كافيار بالباذنجان، كافيار بالباذنجان، ودرنا شربات تاعنا تاع اليوم كانت بالتمر، هي يعني صدقوني باللي غنيه بالبزاف وصحيه، لاخاطرش ما فيهاش سكر يعني.